باكر خذ الكراعين طوش واحد وحطهم بعدين في جير الفحم، صب عليها الماي والبهارات من حكركم، واكتم الجدر ساعتين. عقب ساعة ونص انزل لحم وراس بصل ولوميتين واهم شيء الفلفل الكرازي، واكتمها ساعة ونص ونبتدي نسقي الخبز. نزل لك كرعون وعليها اللحمة الزينة، وفي ذي الوقت خل نروح مشوار سريع ونرجع. تسلم شيخ، مشكور ما قصرت. وقلت اكتشف معاكم فندق كوراد البحرين اللي يصير في قلب المنامة، على اطلالات وايد حلوة ومميزة وقرفة واسعة وبارحة وفيها بلكونات. حياك، غرفتك جاهزة. تسلم حبيبي ما قصر. الا بسألك اخوي حسن، انتو كم موظف بحريني هنا؟ احنا بالضبط الحين 20 موظف، بس بعد قاعدين يوظفون اكثر. طمنا حجراتنا، الحين نرجع حق وصفاتنا. تعصر الليمون وتعصر الفلفل، قول عليه بسم الله. في المخ برزت البوتشه،